بسم الله، تحياتي إليكم أيها السادة الأعزاء في حلقة جديدة من هذا البرنامج. اليوم ننتقل لنأخذ فكرة عامة عما حدث في الشق الغربي من البلاد، أي في منطقة طرابلس ومنطقة القبلة، بعدما أخذنا فكرة على ما حدث في المنطقة الشرقية في برقة. خذنا فكرة كيف تكونت إمارة برقة، الظروف التي أدت إلى تكوين إمارة برقة، الظروف التي حاقت بالوضع هناك، ووصول السيد ريسي إلى تكوين إمارة برقة وحكومة إجدابية. وتركنا السيد أحمد في منطقة السيوة ثم الجغبوب، ثم انتقل السيد أحمد الشريف بعدما سلم زمام الأمور إلى ابن عمي السيد إدريس، انتقل إلى منطقة الجفرة، مكث فترة، ثم انتقل إلى منطقة العقيلة ومنطقة السلطان، ثم غادر في 1918 بعدما لم يستطع التواصل مع منطقة طرابلس، حدثت مشاكل لا مجال للحديث عنها، توجه إلى في غواصة إلى تركيا. في المنطقة الغربية في 1911 تنادت القوى القبلية هناك والقوى الوطنية إلى مقاومة الغزو الإيطالي بمساعدة وبالتعاون مع بقايا الحاميات التركية والضباط الأتراك هناك. حدثت معارك لا يسع الوقت لذكرها، معركة محروقة وجندوبة وعين زارة والشط والهاني. قاد المعارك في المرحلة الأولى قادة مثل سليمان الباروني ومحمد فرحات الزاوي وغيرهم. بعد ذلك في 1913 كما أسلفنا، وبعد نداء أولاد بوسيف للسيد أحمد الشريف، أرسل السيد صفي الدين مندوبا عنه في منطقة طرابلس. وهناك تبعت القيادات، معظم القيادات الطرابلسية السنوسية مثل بن شعبان والبوسيفي وسيف النصر وبن عسكر وبن محمد بن سوف وغيرهم، أصبحوا يتبعون القيادة السنوسية. وحدثت المراسلات مع السيد صفي، وحدثت بعد ذلك معركة القرضبية في أبريل 1915. ومعركة القرضبية كما أسلفنا كانت معركة كبيرة، اشترك فيها الليبيون، وكان هناك دور بارز للسيد صفي الدين ولبي حمد سيف النصر ولرمضان السويحلي لما انقلب في أثناء المعركة ضد الإيطاليين. هذه كلها كانت عوامل نصر للمجاهدين، غنموا فيها غنائم كثيرة، والحقيقة كانت ضربة قاسمة للقوات الإيطالية. لكن بعد معركة القرضبية حدثت مشاكل بين السيد صفي الدين ورمضان السويحلي، ورمضان لم يعد يرغب في وجود السنوسيين في طرابلس. رمضان وعبد النبي بالخير أعلنوا عن عدم قبولهم للسنوسية، فجرح السيد صفي الدين في أحد المعارك، وقبض على بعض الإخوان السنوسيين وعدمهم رمضان السويحلي. وهذه كانت الحقيقة ضربة قاسمة في العلاقات بين برقة وطرابلس، وسحب السيد صفي بناء على ما حدث إلى منطقة برقة. بعد ذلك في 1916 بدأت المشاكل في المنطقة الغربية بين ترهونة ومصراتة ورمضان السويحلي، واستغاثت ترهونة بالسيد إدريس، أرسلت له عدة رسائل زعماء ترهونة. السيد إدريس جهز قوات برئاسة بعض القادة السنوسيين أمثال صالح لطيوش، ووجهها إلى قصر سرت استعدادا لانتقال المنطقة الغربية لواد هذه الفتنة. أرسل السيد إدريس كما أسلفنا المنشورات للمنطقة الغربية، وهذه مادتها متوفرة موجودة حتى على صفحات الشبكة العنكبوتية، بعض هذه الوثائق تنشر تقابلني من حين إلى آخر لفكيني ولزعماء ترهونة، ومنشورات السيد إدريس واضحة لوعد هذه الفتنة.
المهمة في تلك الأثناء في أبريل السيد سليمان الباروني عندما تطرقنا لوجوده في مساعد في 1913 أو 14 في مساعد بعد ما الهجوم وفشل الهجوم التركي على السلوم انتقل من جديد إلى اسطنبول ثم عاد إلى طرابلس وصل في أبريل في 1916 في لطرابلس. وفي تلك الأثناء لما جهز السيد دريس الجيش تدخل سليمان الباروني وأرسل السيد دريس يقول له نحن إن شاء الله وصلنا وسنصلح بين الأطراف هناك ونرجو أن تتوقف عن القدوم إلى منطقة طرابلس. والحقيقة السيد دريس هذه كأن هدية جاءته من السماء، لأن السيد دريس لم يكن يرغب أبدا في الوصول إلى طرابلس وخوض حرب هناك، لأن معروف عنه لا يحب سفك دماء الإخوة بأيديهم يعني. فأرسل للسيد الباروني رد عليه بعد أسبوع واحد فقط يقول له نحن أنت تعلم ظروف تجهيزنا لهذه الحملة وهو أد الفتنة التي حدثت بين طرهونة ومصراتة، ولكن غرضنا واحد وهو توحيد كلمة المسلمين أمام هذا العدو الذي يحتل بلادنا. وقال له بارك الله فيك، والسيد دريس أمر قوته بالعودة وأنشأ ما يعرف بخط النار في النوفلية، يعني خط حماية ضد الغارات التي كانت تأتي من المنطقة الغربية ضد المنطقة الشرقية. هنا حدث الفصل بين برقة وطرابلس. أنا قدمت هذه المقدمة عشان نعرف متى حدث الوفاق بين المنطقتين من جديد. في طرابلس بعد توقيع معاهدة مدرس في اليونان اللي تنصت هي بعد انهيار الدول المحور هزيمتهم امام قوات الحلفاء، عقدوا عده معاهدات ومنها معاهده مدرس التي نص احد بنودها على سحب جميع بقايا الضباط الاتراك الموجودين سابقا والالمان والنمساويين الموجودين سابقا باوامر الخلافه العثمانيه في شمال افريقيا وفي اماكن اخرى. وفقها بعد هذه المعاهدة وصل أو قبلها قبيل هذه المعاهدة وصل الأمير محمد أحمد عثمان فؤاد اللي هو أمير تركي، وصل مع عبد الرحمن عزام وطرابلسيون. هناك من قدم فكرة أن يبايعوا هذا الرجل أميرا على منطقة طرابلس ولكنه رفض، ووفق بنود هذه المعاهدة اللي تحدثنا عنها هذا الرجل انسحب وذهب من جديد عاد إلى بلاده. هنا الطرابلسيين فكروا في مشروع يضمن لهم كيانهم ويستطيعوا من خلاله أن يتحدوا أمام العدو الذي يحتل منطقتهم. ففي في في 16 نوفمبر في 1918 اجتمع القادة الزعماء الطرابلسيون في جامع المجابرة في مسلاتة وأعلنوا عن تكوين جمهورية طرابلسية. هذه الجمهورية كانت بمثابة أول إعلان عن محاولة استقلال ذاتي، وكانت فكرة رائدة في وقتها، ولكن كانت مشكلتها أن هي تتناقض مع الواقع الموجود على الأرض، يعني فيها تباين بين عظمة الفكرة وبين ما هو واقع على الأرض من ظروف لا تصلح لي أن تعيش هذه الفكرة على أرض الواقع. بينما كانت الوضع في برقة اعتمد على فكرة بسيطة جدا وهو وجود مرجعية وأمير ينال نوع من الاحترام والقداسة ويبايعه الجميع، فاستطاعت برقة بفكرتها البسيطة أن تنشئ حكومتها وأن تستقر هذه الحكومة. لكن الطرابلسيين أقاموا هذه الجمهورية وساعدت الناس بهذه الجمهورية لأنها تريد أن تحقق لهم كيانهم وأن تجمع شاملهم من جديد بعد المشاكل التي كانت سائدة في البلاد. لكن هذه الجمهورية كما قلنا اعتمدت على فكرة ترضية الجميع، فنشأت بأربع رؤساء: رمضان السويحلي عن مصراتة، وأحمد المريض عن طرهونة، وسليمان الباروني عن الجبل نفوسة، وعبد النبي بن خير عن بن وليد. لكن واجهت صعوبات هذه الجمهورية، منها أن إيطاليا رفضت وجودها فبدأت في حربها. الشيء الثاني عدم استطاعة الزعماء أن يجتمعوا في كل وقت وأن يتخذوا قرار سريع وعاجل للمشاكل التي بدأت تقع فيها الجمهورية،
الجمهورية نشأت بهيكل نموذجي يعني متكامل من مجلس شورى 24 شخص يرأس المجاهد محمد بن سيف، بوزارة مالية يرأسها مختار كعبار. لكن كما قلنا أن وضع الجمهورية بهذه الطريقة وبهذه الصورة وسط هذه المنازعات كان يعني لا 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 تحسد عليه يعني هذه الهيئة الجديدة. في ذلك الوقت بدأت لقاءات الإيطاليين لما هاجموا الجمهورية وبدأوا في حربها وبدأت الغارات بالطائرات وبدأت القوات الإيطالية تتعقب القوات الجمهورية، وفي تفاصيل لا يسع المجال للخوض فيها. وصل من الاستانة شخص يسمى عبد القادر الغناي، هو أصلا من بنغازي وكان في إسطنبول، وصل فعين رئيسا لجيش الجمهورية، وهذا رئيس الجيش الجمهورية حاول الاتصال بالإيطاليين وإقامة صلح مع الإيطاليين عشان يهدوا العمليات الحربية التي بدأت ضد الجمهورية. هنا انقسمت الآراء، منهم من يريد التصالح مع الإيطاليين ومنهم من يرفض التصالح. حصلت عدة اجتماعات بين رؤساء الجمهورية والمجاهدين كبار من أمثال الفكيني وصويعد خيتوني وبن تنتوش، وعدة جلسات مع الإيطاليين بشكل فردي وبشكل ثنائي بشكل ثلاثي. لكن هناك أعضاء رئيسيين في الجمهورية بعد الاجتماع الأول في جامع المجابرة أو اجتماعين لم يحضروا أي من هذه المفاوضات. لينبثق عن ذلك ما يعرف بسواني بن يادم، الصلح الذي تم في سواني بن يادم في الخلة بين الإيطاليين والطرابلسيين. الصلح نتج عنه اللي هو ما يعرف بالقانون الأساسي، اللي هو يحتوي على عدة بنود. لكن لما تشوف القانون الأساسي الذي صدر بناء على بنود صنح بن يادم، تعرف أن المجاهدين في طرابلس وقعوا في ما وقع فيه السيد إدريس في الشرق. يعني هم يبحثوا عن التقاط نفس، يبحثوا عن ما يحقق لهم بعض الطمأنينة حتى يلتقطوا أنفاسهم ويلموا شملهم. لكن باعتبار أن ما فيش زعامة موحدة، فكان من السهل التسرب والانحياز إلى الجانب الإيطالي بشكل كامل، بينما بقي بعض أعضاء الجمهورية وبعض المجاهدين على حربهم وعلى رأيهم الأول بمحاربة الاستعمار الإيطالي. بعد ذلك، بعد أن وقع الصلح وصدر القانون الأساسي، حلت الجمهورية الطرابلسية ونشأ ما يعرف بهيئة الإصلاح المركزية، هيئة المصلحة المركزية. إن شاء الله هذه سنتطرق لها في الحلقة القادمة التي اجتمعت فيما بعد في غريان. هنا نشأت مشاكل من جديد بعد إنشاء هيئة الإصلاح بين بن وليد وبين مصراتة، وصمم رمضان السويحلي على تأديب مصراتة وتوجه على تأديب بن عبد النبي بالخير، وتوجه إلى بن وليد وقتل هناك في بن وليد في أحداث معروفة جدا لا يسع المجال للتطرق إليها. بعد مقتل رمضان السويحلي بشهر تقريبا أو بثلاثة أشهر، أقل من ثلاثة أشهر، اجتمع الزعماء ورؤساء هيئة الإصلاح المركزية في غريان في مؤتمر غريان، وصدرت عدة قرارات هامة. هذه بإذن الله سنتطرق إليها في حلقة قادمة إن شاء الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.